السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباحكم مبروك، نهار مبروك، نهار جديد، أول يوم في الأسبوع. اليوم إن شاء الله نشارك معكم واحد الشهوة كتكون غنية في مراكش ومعروفة بمدينة مراكش، ألا وهي الطنجية. هي جاتني كهدو، بغيت نشاركها معكم. طيبة نادينا غي نسخن أي بالعلق ديالها بالسلوكان ديالها باقا مسدودة بالنمرة ديالتها كلشي ليها، إلا وهي الطنجية والمراكشية مصوبة على حقها وطريقها. دابا غادي نديروها في الفران بكلشي ليها، بحال نخشوها في نديرها في الفران نخشيها هكا ما غتفرقي معاها، لأنها ديجا هي كطيب في الفرن هادشي. دابا غنديرها في الفران. دابا غادي نشعل الفران بغير من التحت على هاد الدرجة، وغادي غادي نحط دابا الطنجية في هاد الطبسيلة. شتيها الفران في السيت كنديرو تحتها، غادي نديرها باش تسخن. هاهي خشيناها، كنخلوها كيف ما هي، كنحيدو ديك البلاستيك ديال العلاق ديالها اللي هو هاديك القنبة، كنحيدوها صافي. دابا غادي نخلوها حتى تسخن على خاطرها تعود بحالها خارجة من الفرناتشي. بسم الله. دابا غادي نصبو ان شاء الله الطنجية، هانتوما معايا، سمعوا كي كتبقبق. دابا غادي نحيد الخليط، أنا غنبدا نصبها. بسم الله. الله ثقيلة أو سخونة سخونة. نعم فينك؟ شوف الحية الجديدة البخار ديالها. ايوا بصحتكم براحتكم. راه من مراكش الى كازا. هيا عاد سخناها في الفران كما عاد ما حليناش، حليناها قدامكم. وبصحتكم وبراحتكم، باي باي.